أني جيت. السلام عليكم خوتي واخواتي وبشراكم إميريك لو رجعت لكم بفيديو جديد فكرة جديدة. قبل بداية المقطع أحب أنبه عليكم شيء مهم جدا، كلياتكم تعالوا إلى صفحتي على الفيسبوك، راح تلقوا رابط تبعها في صندوق الوصف، راح تلقوا كمان في أول تعليق. بعد ما أنزل هذا المقطع بساعة بالضبط أسوي بث مباشر أوزع فيه عدد كبير جدا 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 من الأكواد، وما تحتاج أنك تكون محترف وتعرف تلعب فري فاير حتى تربح بكود. بمجرد ما تدخل معي بالسكواد راح أعطيك كود كمان عادي جدا، ما عندي ولا اشكال. المهم يا اساطير، مقطعنا اليوم هو انه راح اغير اسمي اللي اقتلني واحصل على كود، واي انسان يقتلني راح يحصل على كود. طبعا يا اساطير المقطع راح يكون جدا حماسي، لهيك لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناه وليتس جو، يلا نبدا. اوكي اساطير، اول شيء لازم نسويه هو لازم انه نغير اسمنا. اوكي اسمي الان هو صحراوي اسطوره العالم اكيد، وحاط انا الكريمنال الاحمر حتى يعني انتو تعرفوا دائما المقاطع تبع اقتلني احصل على كذا ولا هيك شيء، دائما لازم تكون بالكريمنال، هذا قاعدة عندي. اوكي لازم نسوي المقطع بالكريمنال الاحمر، وكمان يا اساطير لازم انه نغير اسمنا الى اقتلني يساوي كود. ومثل ما تعرفوا في كثير ناس في فري فاير بيعرفوا هذا الخدعة وهذا الشيء، وفي كثير ناس اصلا يسووا اسمهم اقتلني واحصل على كود، لما تقتلوا ما يعطيك كود اصلا، ما اقول لك يوتيوبر بس اشخاص عشوائيين. الحين يا شباب انا راح اسوي اسمي اقتلني، ولو اسوي يساوي كود يا شباب ما راح يطلع لي، راح يطلع لي اسم مستخدم. شوفوا يا شباب لو اسوي اقتلني يساوي كود راح تلقى انه الاسم مستخدم 87,000 مرة. اوكي واخي كل الناس تستخدم هذا الاسم، نقطة ولا اي شيء يدل على انه الاسم مغاير، ومثل ما انتم شايفين الاسم مستعمل في كلتا الحالات، الاسم مستعمل. اسوي هيك الاسم مستعمل، يا اخي ما ادري كيف راح نجيب الاسم الغبي هذا. اسوي كود هيك دبل دي طلع لي اسم مستعمل، ترودي يلا ثلاثة حرف الدال طلع لي اسم مستعمل، أربعة حرف الدال ما فيني أسوي أربعة حرف الدال، أول أسوي دبل حرف الياء، يلا يلا دبل حرف الياء يا رب أنه تزبط. يا أخي كمان هيك مستعمل، رأى أسوي هيك اقتلني تساوي كود، والله ما في ولا مجال يا صديقي. أوكي راح أسوي الألف، أتوقع لازم أني أسوي حرف دبل بس راح بتزبط معي أتوقع. أوكي دقيقة بس، ألف هيك كاو هيك أقتل أسوي كود. يا أخي والله ما في مجال، ما في مجال، ما في مجال يا شباب، ما في مجال، ما حبيت تزودي. قتل يساوي كود، وأخيرا قتل يساوي كود، هي اللي زبطت معنا، قتل يساوي كود، أقتلني وتحصل على كود. اسكو الحين يا شباب راح ندخل الى الذئب الوحيد، ادري انه اغلبيتكم يقولوا لي صحراء ويسويها بالبطل رويال احسن، لو اسويها بالبطل رويال مثل ما تعرفوا انا نقاط الفاير باس تبعي 338، وهذا الفاير باس مجاني، انا لساتني مصور هذا المقطع في الفاير باس المجاني، احتمال انت قاعد تشاهد المقطع في الشهر الجاي. اوكي لانه اليوم هو اخر يوم في الشهر. طبعا يا اساطير انا راح ادخل اسويها في الذئب الوحيد، لانه بما انه فاير باس مجاني وما عندي شارات كثير ما راح اتصدر نتائج، ما راح اتصدر قائمه تبع جيم، ما راح يطلع مع الناس اصلا انه في شخص يقول لك اقتلني تساوي كود. لهيك ليتس جو في الذئب الوحيد سوف نفعل الخدعه، هي مو خدعه يا شباب، هي مكافاه. شباب الشيء الاسطوري بالموضوع انه الانسان اللي ضدي راح يعرف انه راح يفوز بكود، لانه عندي بانر اليوتيوبر وعندي كمان الشاره تبع التوثيق من شركه غارينا. ليتس جو كمون يا صديقي، ابلع هيتوتا كاملة من الصحراوي اسطورة العالم الذي حيتحول الى الذئب. اوكي شباب راح نشيل الذئب الان، راح اجلس مشان ما يغبرني هذا الغبي. اند ليتس جو كمون، اخرج وبان عليك الامل، لم تزبط معنا. اوه شت، لا جلدني وان شوت كفو يا اسطورة. نعم وان سينكو سوف يحصل على الكود. شباب ما ادري اذا اخليه لما يقتلني يحصل على الكود او اخليه حتى يفوز عليه مشان يحصل على الكود، بس اكيد لو اخليها مشان يفوز عليه راح تصير صعبة، ولو اخليها مشان يقتلني راح تصير سهلة عليه. ما ادري وش اسوي، اي دونت نو، لكن في كلتا الحالات راح اعطيه الكود. اوكي بما انه قتلني، وخصوصا انه قتلني وان شوت، ما راح يفوز عليه اصلا. كمون يا سينكو. اوكي واحدة واحدة بواحدة، والبديء اطلب. شباب كيف سوى دمه بسرعة؟ ضربته 98.
والله شكله سنكوح راح يفوز عليه اصلا. لازم اني ارجع للكريمينال. اوكي انا جلدته بالكريمينال. شوفوا سوي الثلج وين نزلت الثلج. شوفوا وين نزلت الثلج سوي الثلج. والله اني غبي من الاخر. لازم اني ارجع للكريمينال. اوكي الحمد لله انه رجع للكريمينال. راح اجلده بالام بي 40 غصبا. والله شكله سنكوح راح يجلدنا مو بس يقتلنا يا اخي. ركز ركز صحراوي. والله قتلني مرتين بالخطا. جاءك الصحراوي اسطوره العالم. ابلع من الصحراوي اسطوره العالم بالكريمينال اجلده غصبا. اسكو يا صحراوي. وار ار يو يا صديقي. كومون. ابلع من الصحراوي اسطوره العالم. شباب ما راح يفوز عليه بسهوله يعني ما راح يفوز عليه بسهوله. اوكي الحين هو اللي راح يختار اسلحه. يا رب انه ما يختار الاوام بس بعتقد انه ما يقدر يختارها لانه اختارها. اوكي اختار البيزون يا اخي سلاح غبي صح. عندي لاك 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 لاك. والله الثلجه حطيتها ما نزلت. والله الثلجه ما نزلت. الثلجه ما نزلت. والله الثلجه ما نزلت. ضربتها ثلاث مرات الثلجه ما نزلت. ماني مركز باللعب ابدا. واو انه مخيف يا اخي. والله الثلجه نزلت خلفه يا اخي. ليش الثلجه نزلت خلفه؟ ما ادري ليش الثلجه نزلت خلفه. بس والله هذيك القنبله الغبيه تسوي لك تاخير في الحركه. كفو يا سنكوح. المهم انه فاز بالكود. ليتس جو. يلا جيب سنكوح يا شباب عشان ما يقول لك اصحراوي شخص لقد. اوكي سنكوح غير متصل. سنكوح والله يا شباب طلع لي انه سنكوح غير متصل. سويت له اضافه صديق. يا ربي يقبلني. اوكي اوكي طلع لي متصل. او باب سنكوح لم يرضى ان يقدم معي الى السكواد. وير ار يو يا سنكوح. دخل الى الذئب الوحيد. سنكوح غبي دخل يلعب. يا سنكوح يا غبي راح عليك الكود. والله سويت له اضافه صديق سويت له كل شيء لكن سنكوح لا يريد الكود. ليتس جو شباب. راح ادخل العب جيم بلاي ثاني ولما يطلع يا رب اني القى انه طلع من الجيم مشان اعطيه الكود. ليتس جو. لازم انه ندخل مره ثانيه. لازم انه يفوز معنا شخص اليوم. ليتس جو. يلا ليتس جو. جاءكم الصحراوي اسطورة العالم. من معنا؟ معنا كاغامي. كومون يا كاغامي. ابلع ثلجة سريعة. والله عندي شباب عندي الماوس غبي بمعنى الكلمة. ابلع هيتشيتات. لم تزبط معنا الوفاة. ابلع هذه الجرين. هي اربعة. الصحراوي والاستراتيجيات القاتلة. شباب والله يعني انا مو قاعد العب بكل قوتي وما قاعد العب باستهزاء. فهمتوني كيف؟ قاعد العب لعب متوسط يعني العب بشوي مشان اعطيهم فرصة والعب يعني بحرص شوي مشان ما اخليهم انه يحسوا انه موضوع سهل كثير كذا. فهمتوني؟ لازم يحسوا بالصعوبة شوي. لازم انه يحس انه الكود له طعم خاص. والله جلدته قفزة مكافحة الكفاح من أجل الوطن. سوالي السبرايز قريبا جلدته. قاعد يتيمني يا شباب لكن راح أجلده. أوكي كلتا الحالات راح أجلده. لازم يعرف أنه قاعد ألعب بجد. ما راح أضربه وان شوت. راح أبين له أني أنا أحب أني أقتله. يلا ألعب. أيوة قاعد يلعب الحين بجد. قاعد أقتلك. يلا ألعب. كمون. ايوه ايوه العب. لم تزبط معنا. لم تزبط الان ايضا. يا اخي ما بدي اتيم. والله انه غبي يحبني اني اتيم. سويت له حركة المفاجأة. شباب اذا فزت عليه واذا ما قتلني ولا مرة ما راح يحصل على الكود. بس اذا قتلني مرة واحدة راح اعطيه الكود. اوكي. يا اخي هيك نعطيه فرصة يا اخي. يلا ليتس جو. انا كمان ما سويت التحدي صعب كثير يا اخي. شوف افهم بدي اقتلك. فهمت فهمت. ايوه سوي ثلج بدي اقتلك عشان يفهم يا اخي. والله انه غبي هذا الشخص. ابلع يا اخي قنبله طويله صح. ابلع. وير ار يو. كومون. واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه. بوم. يحب يلعب بوكس. سوي نفسك محترف بوكس. ما يعرف يلعب وان شوت احتمال. جلدني مره بالبوكس. شباب اذا قتلني مره واحده راح يفوز بالكود. اوكي لا
لانه انا مسهل عليه من الامور شوي وبنفس الوقت قاعد ابلم. والله ما قاعد العب بجد يا شباب، ما ادري يا اخي هيك قلبي يؤلمني عندما العب ضد شخص وما يفوز معي يا اخي، لازم انه يفوز ولا قهر يا اخي انه ما يفوز. شوف مسوي لي سكوب بده يجلدني ابلع. توني كيف والله يا اخي تخيلوا يلعب معي جيم بلاي كامل على اساس فرحان بده يفوز بعدين ما يفوز، والله قهر. لا ضربني وان شوت بالقوام، والله أسطورة هذه تستحق عليها كود 100%. بس يا رب انه يدخل معي بالسكواد بيسوي مثل الشخص الاول. كومون ابلع واحدة، ابلع اثنتين، لا تسوي شجرة امام الصحراوي الفنان. خلاص يا شباب الحين لازم انه نفوز عليه ونشتري الديجل الذي يعطيه الوان شوتات الكاملة. خلاص يا شباب تم القضاء على الضحية، لكن الضحية ليس ضحية اليوم لأنه فاز معنا بالمليون. لا يا حبيبي لا تتحمس صحراوي. أعطاني لايك، شكرا يا كاغامي. اتوقع اسمه كاغامي، اوكي ما قريت اسمه مزبوط بس اتوقع كاغامي. كوح الغبي طلع، ايوه اسمه كاغامي. تنكوح الغبي دخل جيم ثاني، يا رب كاغامي ما يدخل جيم بلاي ثاني يا رب. اوكي كاغامي اجا 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 اجا. الو الو يا صديقي. معني مرحبا، كيفك؟ عم بسمعك بسمعك. انت من وين؟ انا من الجزائر. واو شو اسمي انا؟ ما بعرف. لا شو اسمي في اللعبة؟ مكافحة. انا مسوي اسمي في اللعبة قتل يساوي كود، شفت الاسم ولا لا؟ بعرفك. هاي لاي افتح افتح المايك افتح، بدي اقول لك كلمتين بس. مرحبا. شوف يا صديقي انا مسوي اسمي اقتلني وتحصل على كود، فهمتني كيف؟ نعم. بما انك انت قتلتني راح تحصل على كود. اكمل. نعم قتلتك انا هي. ايه راح انت ربحت معنا كود. وشي هو بالكود اللي عندك؟ كود الرقصة، رقصة شفت هديك الرقصة اللي تخليك تاخذ طبق تبع الاكل وطبق تبع الاكل وتصير تمشي. راح عرفتها صح؟ عرفتها عرفت. ايوه هاد الكود راح اعطيك اياه، راح تجيك هديك الرقصة تصير تسوي طبق وتمشي، فهمتني كيف؟ وما عندكش كود اخرى؟ لا عندي هذا الكود بس. ابعثه لي يا صديقي ابعث. يلا خذ. مبروك عليك يا اسطوره، اقبل طلب الصداق. شوف 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 اسمعني، انا هذا الفيديو راح احطه في اليوتيوب، هذا الكود اللي ارسلت لك اياه لازم انك تحطه اليوم. اوكي اذا ما حطيته اليوم راح ياخذه شخص اخر من اليوتيوب. يا صديقي يا صديقي صديق. نعم. شو اسم قناتك؟ اسمها صحراوي. دقيقه يا صديقي لا تخرج من السكوات. اوكي يلا. الو يا صديقي. الو عرفت قناتي؟ عرفته يا صديقي، سوف اعمل لك اشتراك. شكرا، هذا الفيديو راح ينزل بعد. يا صديقي يا صديقي. نعم بس طلب الصداقه، لقد ارسلت لك طلب صداقه. حسنا يا صديقي. اوكي مثل ما اخبرتك، اوكي اعمل الكود اليوم مشان ما ياخذوا منك المشاهدين. اوكي نعم يا صديقي. شكرا يا صديقي. عفوا عفوا يا اسطوره، باي باي. المهم يا اساطير قد وصلنا الى نهايه المقطع، اتمنى المقطع يكون نال اعجابكم، لا تنسوا انكم تجوني على صفحتي على الفيسبوك، الرابط في صندوق الوصف، راح اسوي بث مباشر اوزع على المتابعين عدد كبير من الاكواد، مو بس الناس اللي تطلع في الفيديو راح تربح اكواد، حتى انت كمشاهد راح تربحكم. ولا تنسى انك تحط لايك تدعمني بلايك، لازم المقطع يوصل 10000 لايك. شوفك بالمقطع القادم يا اسطوره، اني رحت. I'm so high, I up and lucid. You take me to a safe place. We set deep on the same face. Yeah, I'm crazy. You like that? Don't back down. No, you drop back. Keep it spicy. That's a fat fact. We on the right track. Yeah, driving me wild, giddy up.